أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. راسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكرون إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جميع الناس لي يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.